السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي شيخنا، حضرتك بتقول إن الحاجز في الشقق غلط أو حرام. بقول في العقد شروط ربوية. طب اللي ما هنتوش أو ما حلتوش إن هو يجيب بره. والله المضطر بقى له أحكامه الخاصة. المضطر له أحكامه الخاصة، لكن كحكم فيها شروط ربوية. وإن شئت قرأت العقد أنت. السلام عليكم.